احنا جالسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كنظن تدكوا عليا كيف سمعت، قدمي لنا الاسم ديالك للجمهور. انا نجات خير الله، ممثله مغربيه من جيل الشباب، دكاليه الارض من الوجه بالضبط ديال ازمور. شوكا كاع بالضبط. والجديد تما، يعني تولدت تما ما كبرت في كازا وهذا، مي ابري كنلقى دكاليه. شحال طبيعي دكاليه؟ شحال منها متعطيتي للفن؟ ما شاء الله، راه دابا بديت في 93، دونك طالعه في 14 سنه الحمد لله. مشيت درجه كيف كيقولوا الفونسي، ابتي با مي باسور، يعني بخطوات صغيره ولكن خطوات ثابته، باش تعلمت من فيلم لفيلم، من لا فيغوراسيون. لا فيغوراسيون يعني كدوز من مورا الناس اللي كيمثلوا. وليت باش نشوف ثلاثه المشاهد باربعه بادوار ثانويه، حتى وليت الحمد لله كناخذ بطولات وادوار مهمه في اعمال مغربيه وحتى عربيه، لان درت فيلم مصري وفيلم الوعد كان زوين، عجب الناس الحمد لله. وعملت مسلسل كريمه اللي صورناه في الامارات العربيه المتحده، كان عندي في دور مختلف كدور خادمه وهذا، وكانت هذه فرصه ليا باش تنميت من الممثلات العربيات شيئا ما، فتحوا لي ابواب عربيه الحمد لله. نتمنى نشرف بلادي. شي كلمه على الايام السينمائيه الدوليه الدكاله؟ اروع ايام سينمائيه كاينه في الدكاله هي هادي. اول مره انا كنحضر عجبتني هاد المظاهره او هاد المهرجان الى يمكن لنا نسميوه، لانه فيه كل مواصفات باش انه يكون مهرجان، لانه هو دولي اكيد، فيه افلام مغربيه، فيه افلام عربيه، فيه اجنبيه، يعني من الاجنبيه. دونك نتمنى ان شاء الله الاستمراريه، لانه مهرجان مهم. انا كتهمني منطقه الدكاله، مهرجان كيشرفني اكيد كفنانه وكدكانيه، ونتمنى ان نزيد القدام. وقت ما احتاجني المهرجان انا موجوده، لا كمقدمه كيف ما درت في الدوره هذه. ونتمنى نكون كنت خفيفه الظل على الجمهور والحضور الكريم، وكنتمنى له انه يكبر ويزيد اشعاع ويزيد ان شاء الله القدام يا ربي. شكرا جزيلا. لا شكرا على واجب، شكرا لكم.